فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله وليس الإسلام إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ولا طاعة إلا باتباع القرآن والسنة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukbatan wa asila, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, hadirin, sidang jamaah Idul Adha, rahimakumullah. Sebagai umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beserta arkanul iman lainnya. Sebagai umat Islam, bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad,